في سجلات التاريخ كلاعب محققا جميع البطولات الكبيرة، لكن عالم تدريبه كانت له نكهة خاصة بالنسبة له، حيث وضع بصمته في الفريق الملكي بإنجازات تاريخية لن تنسى. الأساطير تصنع نفسها والتاريخ يدون ذلك. عندما بدأ كلاعب كان في داخله طموح لا حدود له، حقق جميع البطولات التي يتمناها أي لاعب كرة قدم في التاريخ، أولاها كأس العالم لبلاده فرنسا عام 98، أضف إلى ذلك بطولة أوروبا 2000، ولم يقنع بذلك بل ضم في مسيرته دوري الأبطال عام 2002 مع الريال. الجميع توقع أن يختم هذا الأسطورة ملفه الكروي، لكن زين الدين زيدان دخل عالم التدريب من أوسع أبوابه عندما أخذ ثقة رئيس النادي الملكي بيريز لقيادة دفة الريال عام 2016. الجميع توقع له بداية متواضعة في عالم التدريب، لكن زيدان خالف التوقعات. البداية لقب دوري الأبطال 11 في تاريخ النادي، تبعه بمونديال الأندية والسوبر الأوروبية. لم تكن البطولة من محض الصدفة. الموسم الثاني أثبت دهاؤه لقب بطولة الدوري الإسباني واحتفاظه بلقب دوري الأبطال على حساب يوفنتوس الإيطالي، ليصبح أول مدرب يتوج بهذا اللقب بحلته الجديدة مرتين على التوالي. جمع البطولات الكبيرة جعله يضرب موعدا مع برشلونة في كأس السوبر المحلية ومع مانشستر يونايتد في السوبر الأوروبية. فهل التاريخ يبحث عن زيدان أم هو من فرض اسمه في سجلاته؟ رغم تأكيده على